السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ الله يحفظك اخويا، انت اللي كيف راك صاحبي؟ على خير. ينورك ليا، ينورك اخويا العزيز. شكون معنا؟ كي داير السي الحبيب؟ الله يحفظك ليا. كي داير كازا؟ كازا على انت ما حاضرش معنا، ما كاينش هنا. لا 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 لا، هادشي ماشي معقول. لا لا لا، هادشي انت منين اخويا العزيز؟ من مدينه؟ انا اخويا من قول مكناس. يلا سير قول مك. قول انت لاعب معايا كارطة انت واقيلا. قلت لك منين؟ قول مكناس، قول الصوتة. تحية لمكناس خويا العزيز. اخويا انت ماشي بوحدك، شكون كاين معاك تما خويا؟ كاين معايا واحد الناس. واحد الناس راه كنسمعوا مرة مرة كيلوحوا شي كلمات، راه حاضرين. أيه. ولكن علاش قلتي نقولوا مكناس؟ علاش ما نقولوش مكناس نيت؟ ماشي نقولوا مكناس. جيب بحال مكناس. تحيه بعد الناس اللي كاينين حداك. الله يحفظك. كاين شي وليدات ولا لا؟ داير واحد مراد. لاباس لاباس عليه مراد، هو في الاستماع. وليدات موجودين. ايوا كنسمع شي ابتسامه حداك. بلاتي ايوب، هذا كاين شي ايوب عرفت؟ بلاتي شوف والله الا بغيت نقول لك ودوز لي ايوب مع قلت لك وارضك ايوب، وتقول لي كاين ايوب. وكي درتي تعيطت لينا انت؟ انت كي درتي انت بعدا؟ انت راه نفسك خايبه. لا بخير. لا لا حاجبه. راه هاد السيده هذا عندك راه الا دواء راه صافي، راه خصنا نعرفوا ديك راه بزاف، راه ما تيهضرش. هذا حدو لي قال مره مره قال كيطلقنا الراديو قال لي اليوم غنعيط الحبيب نسد فيه. وعلاش علاش يقول لي يقولوا مكناس؟ بغى يوضرني زعما. بغى يدي يدي. تحيه لمكانسه واشرف وايوب ولالا حاجيبه ام الدار الناس. حاجيبه اختي. عام سيدي ما تهضرش معاه. كيفاش مالي؟ وبغيت نتبرى منك. ها صبري انت ما تلقيل تبريا ما تلقيل السيد عام، دخلني ها نتبراو منك. انا سيدي اختي حاجه بغيت نقولك المره الجايه ما يدويش معايا، راه كنسحب هنا شي بوليسي ولا شي. الله يحفظك. تجي قال لي قال لي السلام عليكم. ها حبيب ها بخير عاتي؟ جي 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 مع شي الله الا جيب مع شي شكايه. شوف راكم عزاز العائله، العائله الاولى عندي في مكناس هي لاله حاجبه ومولين الدار وكاملين. وبصح كنحييكم هذا الجو ديال النشاط، لان بصح بصح ربي عطاكم واحد القضيه اختي حاجبه، خاص الناس يفهموا انك انت ماشي قلت ما يدار ولا انت، لا انت كتعيشي واحد اجواء مع عائلتك وكتعيشي الناس اللي سوف لي غاديو. انا متاكد حتى في المحيط ديالك، انا متاكد حتى في المحيط ديالك انت هكا مع الجيران مع الناس مع العائله ديما ديك اللي كتاخذ البديره. انا متاكد والله العظيم. انا كنحييك استاذ. وي اختي وي كليان قسما بالله دابا 8 شهور وحنا سادين ما بقاوش كيبغيو يتقداو من اي بلاصه كيقلبوا علينا كيديروا عاتي. قلت لهم ديرونا في مختفون. وعرفتي بلاتي وعرفتي القضيه اللي كتقول انت دابا ديال راه شحال من واحد كيتقدى في شي بلايص. نقولوا كاع مشيو بعيد، حنا نقولوا شي بلايص كاع فيهم الغلا، راه كيفضل ديك البلاصه واخا تكون زايده على قبل ذاك الوجه الباشوش ديالك السيد او ديك السيده. راه 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 الله يلاقينا مع محسن منا. باش نتفاهموا اختي حاجب والناس كامل اللي كتسنطونا يفهموا هذه القضيه. راه اي واحد اي واحد على وجه الارض، شوفي على وجه الارض فوق هذه البسيطه هذه، والله العظيم الا بزاف الناس مسلكين امورهم وقادين اغراضهم بالابتسام والوجه الحسن والكلمه الطيبه، راه كاين اللي كيتسحب راسه جابها بالتمقليع. لا هذوك بوحدهم هذوك غيطفاو غيطفاو. لا هذاك ما خدامش. لا كاينين زعما راه بزاف تنقولها لهم الغرور ولا الانسان اللي تيبقى كيحس براسه بزاف ولا ديك تعنفر راه ديك الشيء والله ما. شكون يطلع اجي شكون يطلع اختي هذاك اللي كتقولي انت اللي مغرور؟ شكون يطلع يكسد ربي؟ ثقي بيا راه فرو مشات عين غينزل ثاني غيفوندي غيفوندي. راه عطاتك دابا ولكن ما تنساش راه كاين غدا. لذلك انا بزاف الناس كنقول لهم الى ربي عطاكم شويه الريش ما تحاولوش تطيروا، انا داري الله البدايه صبروا. الحمد لله انت اللي عمرها دار. انا عارف كتقول واحد البروجي ديالك تما وكنت شحال هذيك اللي كنتي سدينا ولكن الحمد لله ملي كيعيطوا لك الناس كنتظروا الحبيب باش يجي يحضر معنا. والله لا شوفي علمي علميني ان شاء الله والله لا تنبان والله اللي عليا غنوجد لك الطور يمكن حتى الاول درمضان. والله لا تنحضر بلا المدام والوليدات. شوفي والله لا تنحضر معاك ونديروا لك لانيماسيون لا شوفي صافي تا مراد تا ونقول لي يلا مراد لا خلاوه هنا مراد اللي بغى يتفافخ هنا سلت هنا سلت نهار. ما تقولوش لي جا عاوتاني مصيبات ناري. ايوب ايوب كلا
السلام. ايوب واسري ديلا عمتي اليوم؟ لا لا ما بقيتش انا صافي حيدتي الناطاسيون. اش قلبتيها غتقلبها فران في الدار؟ اش غادي دير دابا؟ غنطيبو الشباكيه انا وياك. لا زميتها مولاي دريس مور بخضرة شايلها مولاي دريس مور بخضرة اغني ايوب ايوب راه نجي راه جايين مكناس راه ما قالوا لك والو انا راه قريب نجي قفرتيها ودي ايوب سمعتي هو سيدي انا جاي اخويا جاي اخويا ايوب عندك الله يربي يخليك نعطيكم الهويات الله 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 انت بغيتي انت بغيتي تخرج عليا انت واش انت كتاكل بتوكل كل شيء انت وشنو حجيبه اختي مدام حجيبه عافاك عافاك انا كنوصيك نهار تكون شي حاجه علميني على تساع على الله تكون يكون شي بقيت ان شاء الله تنديرها غير ضحك صافي لالا الله يعزكم والله يدير بحسابكم صرف لينا انك جبنا الوليدات والمدام غنشاركوا معك هنا غنشاركوا معك نشاركوا معك هنا وغنقول لهم كاع الشارع فين كاين وغادي نجي تما اللي كتسنطوا كاع غنقول لهم هجموا عليها نهار غادي نكون عندها مرحبا نحضروا مع اختي العزيزه والله تنحضروا معك نهار كبير اخويا تجيو يطول لي عمرك يطول لي عمرك شكرا لك بزاف 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 طريق السلام عليكم والله يخليكم ديما مشكل في الراديو في في مقطوع عندنا ما كيبغيش يشد ليا اليوم عاد شد ياك اذا مزيان مزيان عاوتاني مزيان هادو دابا شي الحمد لله اليوم رجعت الامور ماشي غير عندكم بزاف ديال المدن وشكرا شكرا على الميساج لاله حجيبه طريق السلامه الله يحفظكم وتسلمي على ليكيب ديال الشهاده كلهم وتسلمي على مالين الدار وعلى الوالده وعواشركم وربي يخليكم دائما مجموعين يا ربي الحاجه اللي كتفرح هي سيدي يا ربي هادشي اللي غنقول لك صح اختي الناس الناس بشي شكل نجوج ياك هاد الناس هاد الناس بشي شكل هاد الناس الله يعمر لهم الدار هاد الناس كيبغيو يبتسموا كيبغيو يشاركوا الفرحه كيبغيو يشاركوا اي حاجه زوينه مع الناس هما كيتصلوا بلا غاديو يكفي انهم كيتصلوا غير باش يفرحوك وانا انا كنفرح ملي كيجي معايا شي حد يكون غبر شويه وكيرجع يتصل كنعرفوا انه راه باغي يبان ثاني وباغي يسلم علينا وباغي وهي تبارك الله ما عندهم واحد لو دومين اللي تبارك الله بروجي اللي دابا خدامين عليه علاش لا علاش لا نشاركوا معهم ونحضروا معهم بكل فرح كيسالوا اي ولد الناس واي بنت الناس كيتقاتلوا عنده وليدات واخا نقولوا باقي ما عندوش هاد وليدات ولكن كيتقاتل باش يدير شي حاجه بحياته وديما ديما 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 ابتسامه على وجهه مع الناس ديما ملقي الخير ملقي داك الوجه ديال الخير هذا بحال هادشي راه غزال